معنا أجل. طيب ما شاء الله، هي راضية تركض. تركضي خلاص بناخذ صورة ما شاء الله طيبة. خلاص هذا شغل الليل، هذا الحين الرشة، رشة الليل ما شاء الله تبارك الله. عندي 29 ما تحمل القص، كنا جم لكن الله عوضنا بهذه ما شاء الله تبارك الله. أنت رشة الليل، شوف زينة ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك. كنا قاعدين نبدل اليم، ما كملت سنانير الا ضربت هذه ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك. خوش خوش قرقفانة حليوة، هذه من توسطات الزينة، اللهم زيد وبارك. هذه شعرية صغيرة، شعرية صغيرة لكن نبي نردها ان شاء الله تجينا العودة. هذا شبك حيطي مع الدنيا، شوف ايش حلو الشعري، الشعري سمته حلوة. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شهرية هذه بدال الشهرية الصغيرة اللي ردناها، الله عوضنا بالكبيرة. شهرية طيبة ما شاء الله، نايمة على الخيط لكن الله سبحانه وتعالى رزقنا ما شاء الله تبارك الله. خوش شهرية، شهرية طيبة، اللهم يزيد ويبارك ان شاء الله. Thank you.
إبراهيم. هذا لا في الكيج يعني ما عرفته. إن شاء الله عودة. طالب على خمسة داخلي. اللي بدنا رد عليه. لما أعطانا شوية إدارة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الكم اللي مساع اللي ضرب يعني كان وياه كيس. العادة الكم يعني لها ضربات يعرفها يعني اللي صايده، فما كان في ضربات لأن الظاهر الكيس ويعني مأثر عليه. وكنت أنا يعني قاطع السنارة يمكن حوالي ساعة أو ساعة وساعتين، رحنا يعني نتغدى ونريح وكذي، وظاهر تعبان ومع الكيس ما يضرب. فراح بالي لما يوم جاء الكيس الحالة شفت تحت سمج. أول شيء فكرت بالول، تالي شفت يعني اللون ماله، قلت يمكن مزيزي لأنه قام يلف يمين يسار، وآخر شيء اتضح أنه كم. لكن الكم دائما معروف له يعني ضربات مثل يطق بوكسات، يطق بوكسات، قام يطق بوكسات يعني الطقات هذه اغلبها يكون يعني كم منقسي. هذه حركاته، بس المعلومه هذه. هذه القفانه الثانيه، هذه قاطينها من اليوم، رحنا نتغدى وريحنا شوي وجينا وطلعنا هذه القفانه. الصيد ضعيف جدا ضعيف، هوا شمال قصيح، لكن اليوم طلعنا الدلال الحلو ان شاء الله. الله يجزيك ويبارك. القرقفانة الثانية، الله يزيد بارك، إن شاء الله يصير الخير بالقوال بإذن الله. إن شاء الله
الحين ما شاء الله كركفان، يعني تلاقيت لكن الحمد لله في كركفان يونسنا. الحين بشوف السنارة الثانية شد عليها بعد. طيب ما شاء الله خايف الجو. سلام. شهرية حلوان ان شاء الله. الله مزيد بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من المشاكل اللي تواجهنا في الحدائق. القيمة ما تبين، كلها تغطت بهذا الزرع وما تبين. يعني إذا صارت حظك زين ما تغطى اليمين يصير فيه فرصة للصيد، لكن إذا تغطى خلص ماكو فايدة. الله كريم إن شاء الله. ما شاء الله المكتوب ما يضيع، طاحت لكن طاحت عندنا الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. شارب هذه شارب يص يص. اوكي ما شاء الله ما شاء الله صدق ما يضيع المقسوم. فلتيت وطاحت في الماء وقعدت، نزلناها في الجزة وطلعناها. ما شاء الله تبارك الله. هذه صيدة مميزة ما شاء الله. نشوف هذه القرقفانة سحبناها
شوفوا طاحت، لكن طاحت سبحان الله بالماي، انقص الخيط، الخيط منقص والبلد سبحان الله وقعدت مكانها، نزلناها بالجزة وطلعنا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. ايش ولا كيف كيف ايش قد بس كم دوخنا حبسنا ونربطه نوانت هذا المدار اللي ضارب كان ضارب على القرقفانة يوم جاي بلعها المدار ضربه والمدار مو عود مدار عود صغير هذا كبره شوف هذا المدار ظهر المدار لا صار بحلقة هذا المدار هذا المدار مراد يطلع مدار صغير لكن شوفوا المدار هذا ضارب على خيط 35 ومدار رقم 8 تعرفوا رقم 8 صغير جدا لكن سبحان الله صاد قرقفانه وصاد المنقسي هذا ونبي نرده بسم الله خلي تدربع
خيط 35، مو 35، خيط 30، خيط 30. وشوفوا ما شاء الله مع زريطي طلع ما شاء الله المنقزي هذا. بس ليش؟ مثل ما شفت قاعد توادع طولت عليه، وسبحان الله الله جابه. والمكسوم يجي، واللي مو مكسوم ما راح يجيك، سبحان الله. اليوم شموم توختنا، خيوطنا كلها خمس، هذا خيط 30 والركة 29. نجرب هذا خيط 29 شلونه. رندر 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 بحاول اسحب انا خيطي 29، هل يطلع ولا ما يطلع؟ اعتقد راح ينقطع. ما شاء الله خوش خيط، هذه الركة 29 ملي، هذا توني اجربه 29 ما شاء الله. ساحب المنقسي هذا خيط قوي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني هذه يعني اللي يقول أنا انك توادع تحبس بجها، حتى لو كان خيطك ضعيف يعني ناعم تقدر، بس تصبر عليه السويتش تطلع بالكماشة. طلعنا بس ريحته حيل قوية. الحين خلي النزلة يتدربع، بس خلنا نشيل خيطنا. Thank you.
آخر الليل أحب شيء تراني هنا على طول شهرية.